بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن مقارنة لموبايلات في الفئة السعرية اللي هي فئة الالفين جنيه الفئة السعرية دي ما فيهاش منافسة كبيرة وكمان ما فيهاش اختيارات متعددة تكاد المنافسة تنحصر في 3 أربع شركات وكل وكل شركة بتنافس في موبايلين ثلاثة مش أكتر النهاردة معانا تلات موبايلات متفقين أو متفقين في إن هما فئة سعرية واحدة لكن طبعا بيختلفوا اختلاف كبير ما بينهم في الإمكانيات الموبايل الأولاني هو شاومي نوت 5 ايه والموبايل الثاني هو سامسونج جالاكسي جي سري 2016 والموبايل الثالث هو إنفينكس هوت 5 طبعا مبدئيا كده لازم نطلع سامسونج خارج المقارنة او خارج المنافسة انا شايف ان سامسونج بره المنافسة خالص في الفئة السعرية دي والموبايل اللي معانا النهاردة هو جي سري 2016 هو أقل في كل حاجة من منافسيه أقل في الرامات أقل في الذاكرة الداخلية أقل في البطارية وفي الكاميرا يمكن الميزة الوحيدة اللي في الجي سري 2016 في الشاشة السوبر أموليد بالنسبة للمواصفات هي مكتوبة دلوقتي على الشاشة وأنا مش هقراها انا هخش في مقارنه على طول بما اني مسكت الموبايلات دي بايدي وجربتها والمقارنه هنا هتبقى ما بين شاومي وانفينكس وهتبقى بناءا على اربع معايير رقم واحد الاداء الاداء طبعا يتفوق شاومي عن الانفينكس وده بسبب المعالج اللي سناب دراجون 425 اللي بيديك تجربه سلسه وسريعه عن الانفينكس رقم اتنين الماتيريال والديزاين خامات وماتيريال الشاومي افضل بكتير من خامات وماتيريال الانفينكس وانت ماسك النوت 5 ايه تشعر او تكاد تشعر ان انت ماسك موبايل من المعدن وان كان هو بلاستيك لكن الانفينكس ماسكته في الايد طبعا آآ باين جدا انه هو موبايل رخيص وبلاستيك تالت حاجة بالنسبة للكاميرا وعن تجربة طبعا كاميرا الشاومي احسن بكتير من كاميرا الإنفينكس طبعا في الفئة السعرية دي برافو شاومي ان هي حطت كاميرات كويسة ومقبولة وأعلى من المنافسين التانيين فتتفوق شاومي في الكاميرات برضو عن الانفينكس لكن انفينكس ما استسلمتش أو أنا شايف من وجهة نظر إن هي ما استسلمتش وراحت جاية وحطة بطارية أربعة تلاف ميلي أمبير وتفوقت هنا انفينكس على شاومي ببطارية كبيرة بطارية بتقعد يومين ثلاثة كده مرتاح برضو لازم نقول ان شاومي البطارية اللي فيها برضو ممتازة 3080 ملي امبير بتكفي يوم كامل والمعالج اللي في شاومي برضو بيحافظ على البطارية فبتحس ان انت برضو ماسك موبايل بطاريته كويسة طبعا في حاجة لازم نفتكرها وما ننسهاش ان انفينكس موبايل بيجي ببصمة فانت لو فارق معاك البصمة طبعا الانفينكس هوت فايف بيجي ببصمة ولو انت حبيت شاومي بتحب شاومي وعايز كمان بصمة فبلاش النوت فايف ايه مش بيجي ببصمة هتروح على طول للشاومي نوت فور اكس موبايل برضو فرنج الالفين جنيه وبيجي ببصمة وبيجي برضو ببطارية كبيرة اربعة الاف ملي امبير في النهاية السؤال الأخير لو أنت نازل تشتري موبايل ومعاك المبلغ ده ألفين جنيه هتشتري إيه؟ طبعا أنا نصيحة أخوية لوجه الله بقول لك على طول تروح لشاومي هتديك أفضل قيمة مقابل المال هيبقى قدامك النوت 5 إيه اللي معايا دلوقتي الموبايل ممتاز جدا وعن تجربة آه موبايل خطير وعجبتني جدا الشاشة بتاعته تكاد تكون شاشة سوبر أموليد وعجبني الأداء وعجبني برضو الكاميرات في الفئة السعرية دي لو انت برضو عايز آه حاجة بصمة عايز موبايل ببصمة وعايز موبايل ببطارية ضخمة هتروح على النوت آه الشاومي نوت 4 اكس ده بيجي بصمة وبطارية 4000 ملي امبير انفينكس درجة تانية على طول بعد شاومي وشايف ان الشركات الصينية دلوقتي بقت شركات منافسة وبقت شركات بتقدم قيمة ممتازة والناس دلوقتي اللي بقت بتقول صيني ومش عارف ايه والحاجات الصينية انا شايف ان خلاص اللغة دي بقت لغة جهلة ما بقاش في حاجة اسمها براند صيني وبراند كوري وبراند ياباني الشركة الكويسة هي اللي بتقدر تقدم إمكانيات كويسة وبسعر معقول وهنا هنحترمها وإن شاء الله ننجحها بغض النظر على زكا... إذا كانت الشركة دي صينية أو مصرية أو هندية وفي النهاية بشكركم وإن شاء الله نتقابل في فيديو جاي